اليوم بالقصر الجمهوري وبحضور ممثلين لكل الجهات ذات الصلة والعضوة في لجنة الطوارئ العليا، واستمعت إلى تقارير مفصلة من عدد من الجهات اطمأنت على الوضع الصحي وسير عملية حظر التجوال وغيره، ووصلت إلى أن يستمر حظر التجوال بنفس ساعاته المحددة سلفا من 6 مساء إلى 6 صباحا، على أن تقرر إذا كان هناك إمكانية لزيادته أو غيره خلال الأسبوع القادم. ولكن حتى الآن القرار هو أن يظل حظر التجوال كما هو من 6 مساء إلى 6 صباحا. قررت أيضا اللجنة تسهيلا للمواطنين أنه الصيدليات التي تعمل 24 ساعة يصرح لها باستمرار العمل 24 ساعة، حتى إذا لجأ إليها المواطنون يعني يجدوا هذه الصيدليات مفتوحة. أيضا سمح للمخابز وعمال المخابز إذا رأوا أن يعملوا بعض حظر التجوال داخل المخابز سمح لهم بالعمل، حتى يعني برضو لا ينقطع موضوع الخبز عندما تفتح المخابز صباحا يكون هناك كميات من الخبز متوفرة، ومسموح لهم ولعمالهم بالتواجد والعمل داخل المخابز ليلا حتى بعد ساعات حظر التجوال. اللجنة أيضا طبعا تلقت طلبات كثيرة جدا باستثناءات، لكن رفضت كل هذه الاستثناءات لأنها تخيل بالهدف الأساسي الذي من أجله تم فرض حظر التجوال، وهو تقليل حركة الناس واختلاطهم ببعضهم البعض. أيضا اللجنة تركت لوالي الخرطوم قدم مقترح بالتدرج في تقليل حركة المواطنين وحركة الأسواق، ووافقت اللجنة على تصورات اللي قدمها والي الخرطوم، ومنها يعني تجفيف تدريجي للأسواق بذات الأسواق غير المرتبطة بالمعايش كما ذكرنا اليومية للمواطنين، لكن ترك للوالي وسلطات ولاية الخرطوم أنها تتخذ القرارات اللازمة في هذا الاتجاه. أيضا اللجنة كانت طبعا صدر قرار بيعطي الموظفين والموظفات العاملين يعني في الدولة من سن 55 سنة فما فوق أن يسمح لهم بالتغيب عن العمل، والسيدات الحوامل أو أصحاب الأمراض المزمنة. اللجنة ألحقت بهذا القرار بس تفسير على أنه يترك لمدراء الوحدات أو الوزراء أو الهيئات التصرف في هذا الأمر حتى لا يتعطل دولاب العمل، لأنه في بعض الجهات إذا قيل بأنه كل من يبلغ عمره 55 سنة يغيب ممكن تتأثر دولاب العمل في بعض المصالح والجهات، لذلك ترك للوزراء ومديري الإدارات والهيئات المختلفة التصرف في حدود هذا التوجيه، بحيث أنه إذا شعروا بأنه غياب بعض الناس قد يعطل سير العمل أن يمكن أن يستثنوهم من هذا القرار. القرار أصلاً الهدف منه هو برضو تجنيب كبار السن اللي ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما ثبت في تجارب الدول الأخرى أنه يقلل من المخاطر عليهم، لكن كما ذكرت الشرط بقى أنه لا يضر ذلك بسير العمل. اللجنة برضو اطمأنت على الأوضاع في ولايات مختلفة، تلقت تقارير من هنا وهناك وقاعد تعمل على تسهيل حركة الطواقم الطبية بين الولايات. وجهت بأنه بعض الولايات ما وصلتها المعينات الطبية تصلها. اللجنة برضو تلقت تقارير كثيرة جدا وطلبات من سودانيين العالقين بالخارج. حتى الآن اللجنة رأت بأنه تنتظر تقارير وزارة الصحة حول تطورات المرض في السودان وفي الدول المجاورة، لأنه بالتأكيد أنه يعني حظر وإغلاق المعابر هو قرار في النهاية قرار مؤقت ليس قرارا نهائيا، ومن الوارد جدا أنه مع تحسن الأوضاع واتساع قدرة مراكز العزل إذا اتسعت القدرات بتاعتها بشكل كبير جدا من الممكن أن يتم مراجعة القرار. لكن حتى الآن القرار هو محاولة تسهيل إسكان الناس في المناطق اللي هم موجودين فيها بالذات العالقين في مصر، يعني صرفت أموال في تأجير الشقق وغرف الفنادق وغيره، والآن وزارة الخارجية طلبت بند إضافي من وزارة المالية وتنتظر تصديق إضافي من وزارة المالية حتى تستطيع أنها تواجه الطلبات المتزايدة. زي ما قلت نحن الغرض كان من القرار هو حماية الناس في الداخل، لكن في نفس الوقت الدولة ما تتخلى عن مسؤوليتها عن المواطنين السودانيين في الخارج وبالذات العالقين وفي مصر، أو الذين ذهبوا في إجازات وانتهت يعني ميزانيتهم في أنها
تحاول أن تخفف عليهم الضغوط المالية بتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات. اللجنة طوارئ العليا وجهت بأنه تكون في لجان فرعية تدرس كل حالة من الحالات المختلفة، واللجان الفرعية دي متواصلة في العمل حتى يعني نهار غدا يوم الجمعة في لجان بتجتمع حتى إنها تقدم يعني تقارير. المسألة بتاعت الحظر الكامل لم تستبعد تماما، لكن لسه في مجالات لم تستكمل الاستعدادات فيها، وبالذات المسألة المتعلقة بأصحاب المهن الهامشية كما ذكرنا اللي بيعتمدوا على رزق اليوم باليوم، بائعات الأطعمة والشاي وكيفية توفير مساعدات لهم. في لجان شغالة فيها وزارة التجارة، وزارة المالية، لجان من الولاية، من التنمية الاجتماعية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجان بتاعت المقاومة ولجان الأحياء المختلفة حتى إنه يستطيعوا أن يساعدوا الناس اللي ممكن إذا ما اضطررنا لفرض الحظر الكامل أن تتأثر حياتهم وتتأثر معيشتهم، لأنه الغرض هو في النهاية حماية المواطنين وليس تعريضهم لمتاعب. هذا تقريبا ملخص لما دار في اجتماع اليوم. بالنسبة للوضع الصحي، الوضع الصحي ما زال كما هو، ليست هناك أي إصابات جديدة. حتى الآن لدينا 14 إصابة كما أعلن في آخر مرة، وما يزال الوضع الصحي كما هو. لو في أي جديد إن شاء الله سنطلع عليه الناس. شكرا جزيلا.